بالنسبة للبرامج تيكونوا برامج بعدا متنوعة، كاين الواحد فاش يتفرج وكاين فاش يشوف. واخا بالنسبة لي أنا غير من مور الفطور تنمشي للجامع، ولكن من بعد مي تنشوف من بعد تنراجع داك الشيء وكا، المهم في المستوى. كيديروا برامج مسلسلات لا تليق بالمشاهد المغربي، بالمستوى شوية طايح، وتيجيو الآخر لحظة قريب رمضان عاد تيبداو يوجدوا المسلسلات ويوجدوا الافلام، وهذاك الشيء صراحه دون المستوى. مؤخرا كنشوفوا تحسن على القنوات المغربيه، كاين واحد التقدم ملموس الانتاج المغربي، كنشوفوا برامج جدادين ممثلين طالعين وبرامج لي كوميديين بزاف، واللي كتقدر تفرجيهم مع لافامي ديالك اثناء الفطور ديالك. يعني حسب الراي العام وحسب ميتو، كاين الناس اللي كيصلحوا لهم هاد البرامج وكاين اخرين ما كيصلحوا لهمش. الا ما حنا تمنينا ان تكون برامج تحسيسيه توعويه، اولا مغزى ديال رمضان، ويكونوا اشياء خصوصا وقت تناول وجبه الفطور. حنا اسلام، حنا دوله اسلاميه، العام راه حنا كنقولوا للبنادم راه حين تبقى الشباب طالع وباقي، اما شهر رمضان خصو يكون كله دين ويقين. شهر رمضان ملي يقول بسم الله نهار الاول حتى الاخر دين ويقين، قران وذكر. هي البرامج هاد السنوات الاخرى ما بقاتش هادي، الا رجعتي واحد خمس سنين ولا ست سنين كانت مفيده، تيديروا برامج دينيه، كيديروا برامج ثقافيه، دابا ولاو كيديروا شي حاجه ما ماشي في المستوى، اللي النظريه ديالي انا ماشي في المستوى. هي بصراحه انا كيعجبني برامج رمضان بزاف كاع، اسكو يعني كنشوفوا شي حوايج اللي شي برامج اللي ما كنشوفهمش يعني في سائر الايام. على ما بان لي انا في الاشهارات دابا كيبان لي احسن، يعني احسن من داك الشيء ديال داك العام، شويه كان داك العام شويه ممل، هذا العام كيبان لي زعما كاينين برامج يعني عناوين ديالهم زوينين وهذا، يعني نقدروا نتبعوهم زعما هذا العام. هذا الشهر ديال هذا شهر كريم عند الله سبحانه وتعالى، خص تكون العباده ويكون الصلاه ويكون دروس للدراري، وعلى الاقل يديروا غير دروس للدعم للدراري والتقويه. كنشوف رساله هادفه جدا، انهم كيوصلوا لنا دي ميساج اللي يعني فريمون تتحسي بهم انهم كيهضروا لك الحياه الواقعيه، وتقدري يعني باغمي داك التجربه اللي كدوزوا الناس كتاخذي انت واحد الفكره. التلفزه المغربيه وراها في تقدم يعني في تحسن كبير جدا، من خلال الاشهارات اللي تنشوفوا بانهم غيكون شي حاجه ان شاء الله جديده وتكون عند حسن ظن المشاهد. انا مشاري اليوم انا موجود ديما في التلفزيون، ديما حنا الحمد لله ديما في التلفزيون، هي اللي كتكون سنا هي كل شيء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.